شكرا معلقنا كابتن احمد مناع، الف مبروك ليك والف مبروك لكل الاهلاويه. فوز النادي الاهلي كره سله سيدات ببطوله القاهره بنتيجه 70-35 بتفوق كامل في الشوط الثالث والرابع. يمكن نادي يعني ده الجزيره حقق فقط يمكن 6 نقاط او 7 نقاط فقط في الثالث والرابع، وده مستوى النادي الاهلي الحقيقي. الف مليون مبروك، هارد لك. نادي الجزيره عمل مباراه جيده، ولكن في الاول والثاني الحقيقه الثالث والرابع نادي الجزيره لم يقدم عرض جيد، بس بنقول له هارد لك، مبروك المركز الثاني. المركز الثالث نادي هليوبلس. برحب بضيوف المره الثالثه. كابتن سلاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هاشم. كابتن طاهر رجب اهلا بحضرتك. الله يخليك. تفوق الحقيقه كبير جدا للنادي الاهلي في الكوارتر الثالث والرابع، يعني على عكس التوقعات. احنا كنا يمكن متوقعين الدنيا هتفرق شويه لصالح النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي ما شاء الله يعني دفاعيا اكد سيطرته بشكل كامل، وهجوميا كمان 70، يعني احنا حاطين تقريبا حوالي 40 نقطه في الكوارتر الثالث والرابع. هذا بلا شك ان السكور هو اللي يعني بيظهر في الثالث والرابع ايه مسار الماتش كان ايه. نعم. مسار الماتش ان اللي ده يعني عمل اقوى ما عنده الجزيره في الاول والثاني تقريبا، يعني البنزين خلص خلاص. يعني عملوا اللي عليهم، بس يعني ما فيش بنش صحيح. مع عدم وجود واحده زي رضوى، لا عدم مش رضوى، الفاولات طبعا كتفتها لانها طبعا عملت مجهود كبير، فالديفنس لبست اعتقد 3 فاول، فبالذات عملت 3 فاول فاضطر ان هو يطلعها سواء عشان فاولاتها او عشان يريحها، ففرقت معاهم. والاهلي سوريا ما لعبتش خالص، رنيم يمكن شاركت بتاعه، دول نجمتين يجيبوا في الماتش 50 بونت. صحيح. كان الوضع ان يبقى دبل سكور بهذا الشكل، رغم زي ما بنقول ان في ناس حتى مش في مستواها، انما ده يعني دي قوه النادي الاهلي في احتياطيه وفي البنج وفي ال 12 كلهم ممكن تعتمد عليهم، فده اللي وضح الصورة او اكد التفوق. صحيح النادي الاهلي. كابتن سلعاوي، يعني يمكن النهارده دي تاني بطوله تدخل دولاب النادي الاهلي هذا الموسم، والبطولتين كانوا من نادي الجزيره السوبر المصري من حوالي تقريبا 3 اسابيع، وبطوله القاهره النهارده فاينل برضه مع نادي الجزيره، ولكن يتبقى المنافس التقليدي والطبيعي ليك هو نادي سبورتنج. النهارده المباراه دي جت في وقت مهم، فوز مهم، استعاد الثقه مره اخرى للفرقه، تجربه اللاعبين، اتحطيت في وضع صعب ان انت يعني الماتش ماشي كلوز جيم، لان انت بتفرض رايك، ففي يعني النهارده استفادات كثيره غير المكسب والفوز يا كابتن. انا في رايي النهارده ان اداء مبروك للنادي الاهلي طبعا، وهارد لك نادي الجزيره. عايز اقول ان الشوط الثالث والرابع اداء مقنع جدا لجميع لاعبي النادي الاهلي. كلهم كانوا على مستوى المسؤوليه، وحل المدرب بين الشوطين قدر يحل جميع المشاكل اللي كانت موجوده، عمل دفاع ضاغط على نادي الجزيره من اول الملعب. تلخص الكلام المقنع ده اللي احنا بنقول عليه في ايه؟ في ان كان في ديفنس كان قوي جدا، في ضغط على الكره كويس، في ريباوند كويس، في فاست بريك، فالسكور فتح بوصل 35-40 بوند. لكن نادي الجزيره اديت ما عليك في حدود الامكانيات الموجوده ليك، هارد لك للعام الثاني على التوالي مع الجزيره، والعام الثالث كان مع هليوبلس بطوله القاهره، وهي من البطولات اللي محتفظ بها النادي الاهلي منذ فترات طبعا طويله. لكن يعني اعتقد النهارده بنش النادي الاهلي ظهر منه اكثر من لاعيبه على درجه عاليه من الكفاءه. يعني احنا بنحاول نجيب الاحصائيات ما بعد المباراه ان شاء الله، اول ما تجينا هنشارك الساده المشاهدين فيها، بس فور وتوفر الاحصائيات ان شاء الله. لكن بشكل مغاير جدا بين الشوط الاولاني الكوارتر 1 و2 و3 و4، ده فرقه ثانيه فرقه من ناحيتين.
فرقة نادي الجزيرة اعتقد واحنا كنا متوقعين بين الشوطين ان مش هتقدر. خليني بس يا كابتن اعلق على الصورة، ده كابتن نادر زكي عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة بيسلم طبعا جوائز البطولة، وبتبتدي دايما بالحكام، الحكام اللي شاركوا في البطولة لازم يقدروا بشكل جيد، حكام مصر بخير، حكام مصر يعني ينقصهم بس شويه احتكاكات ويكونوا افضل. طبعا اخر واحد كابتن شديد مراقب المباراه، كابتن محمد شديد حكمنا الدولي الكبير والعلامه الكبير في عالم التحكيم، وبياخد صوره مع كابتن نادر زكي عضو مجلس اداره منطقه القاهره. كل التحيه الحقيقه لمنطقه القاهره لكره السله بقياده الدكتور شريف. الحقيقه الدكتور يعني شريف من الناس المحترمه جدا، من الناس اللي ليها يعني باع وزراعه، هو كان لاعب في نادي الجزيرة وكان تدرج حتى في منطقة القاهرة من عضو الرئيس. فالحقيقة يعني كل التحية وكل الشكر لمنطقة القاهرة طبعا، وداليا عرابي كابتن داليا عرابي، كل أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة يعني ادونا الفرصة كمان نحن نذيع المباريات ونحن ندخل نذيع، وده في حد ذاته نجاح للمنظومة ككل. النهاردة سمح لكل مشاهدين وعشاق كرة السلة في مصر ان هم يتابعوا هذه البطولة عبر شاشة قناة النادي الأهلي. أكيد بنشكر الدكتور شريف سليمان. خلينا نتكلم كمان دكتور داليا عرابي اللي لابسة طبعا الجاكيت الأحمر، بنت النادي الأهلي كابتن داليا عرابي على فكرة، وبتسلم طبعا أفضل، بتهيألي دي أفضل لاعبة يا كابتن، أفضل لاعبة. احنا الحقيقه هنعرف كمان قعد ملعب لنادين السرعاوي وهي تستحقها، ادت مباراه جيده جدا. ما فيش شك يعني انه منطقه القاهره عامله شغل كويس، وان احنا شايفين حتى بطولات القاهره بقت متابعه بشكل جيد خلال الفترات اللي فاتت، وبقى ليها تواجد، بقى في انتظام بشكل كبير للبطوله. طيب خلينا اقول الجوائز، احسن لاعبه هي نادين السرعاوي اللي استلمت الجائزه منذ قليل، طبعا كابتن جارو عضو مجلس اداره منطقه القاهره ايضا. الثري بوينت افضل ثري بوينت خدتها شادو عبد الحكيم من نادي الشمس، دي افضل جائزه، افضل ثلاثه بوند شادو عبد الحكيم لاعبه نادي الشمس، وكان من قبلها بلحظات نادين السلعاوي استلمت طبعا فرحه كبيره من شادو، اكيد في وجود عمالقه ولاعيبه كبار يعني موجودين في الفرقه كلها انها تحصد هذه البطوله، وهي خدت مركز رابع على فكره نادي الشمس، اكيد دي حاجه جيده جدا جدا، مبروك يا شادو، مبروك نادين السلعاوي قبل لحظات اخذت افضل لاعبه في البطوله. وفي جائزه كمان هداف البطوله نادين السلعاوي، هداف البطوله نادين السلعاوي، اذا نادين السلعاوي ثاني كاس فردي لها في هذه البطوله الا وهي هداف البطوله، احسن لاعبه في البطوله وهداف البطوله. طبعا كابتن غزاوي عضو مجلس اداره نادي الاهلي اللي بيسلم طبعا الجائزه، وبالمناسبه طبعا كابتن غزاوي من احد المهتمين جدا بالالعاب الاخرى ومتواجد، وكان رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا اللي فاتت لو تفتكروا معانا، بطوله افريقيا لكره اليد اللي كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر نادي الاهلي الجزيره رجال وسيدات، هو كان يعني كان مدير البطوله او رئيس اللجان طبعا، المستشار ده عضو مجلس اداره نادي، عضو مجلس اداره اتحاد المستشار مستشار مين؟ مستشار تامر عبد الحميد صح؟ تامر عبد الحميد تامر عبد الله مستشار تامر عبد الله انا اسف ازاي انسى اسمه، ده يعني ده صديق عزيز، المستشار تامر عبد الله عضو منطقه القاهره بيسلم طبعا استمرارا للجهوز. احسن مدافع رنيم الجداوي، اعلى بلوكات حققتها لاعبه في البطوله رنيم الجداوي، الحقيقه يعني ثلاث كؤوس من اصل اربعه راحت للاعيبه النادي الاهلي، وده ياكد يعني قد ايه تميز النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي مفتقد بوجود لاعبته الكبيره طبعا ثريا محمد، وهنا بتتلقى رنيم الجداوي التحيه من الجهاز الفني، كابتن عليا محمود وكابتن كريم وكابتن اكرم المدير الاداري، وعندك كمان كابتن طارق خيري، الدكتور شريف سليمان هو رئيس منطقه القاهره واللي في النص ده، وطبعا معاه كابتن نادر زكي، ومعاه طبعا كابتن غزاوي على الترابيزه، ده كابتن داليا عرابي بيسلموا كؤوس بقى وميداليات المركز الثالث للاول، اكيد هيبتدوا بالمركز الثالث نادي هليوبلس اللي بنقول له مبروك المركز الثالث، وكابتن جارو على الشمال والمستشار تامر عبد الله على اليمين، كل اللي حضراتكم شايفينهم اعضاء مجلس اداره منطقه القاهره باستثناء كابتن غزاوي فقط هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هو كابتن تامر طبعا، واكيد كل الشكر مش هننسى طبعا كل الشكر لمدير تنفيذي منطقه القاهره الكابتن وائل عبد الحي، كابتن وائل عبد الحي حكمنا الدولي السابق مدير تنفيذي منطقه القاهره، الحقيقه من انجح المديرين التنفيذيين في تاريخ كره السله.
ومن انجح الحكام برضه. ومن انجح الحكام طبعا، وكان بيحكم لغايه وقت قريب، ولكن هو الدينامو المحرك لمنطقه القاهره. طبعا مش هننسى ابدا نشكره، ولا ننسى ابدا ان احنا نوجه له التحيه. يعني بقاله سنين كمدير تنفيذي في منطقه القاهره، حاجه جميله، انضباط، اداء، اخلاص، حاجه محترمه جدا كابتن رائد عبد الحي. طيب هنا بنسلم نادي هليوبوليس طبعا، زي ما حضراتكم شايفين نادي هليوبوليس بيستلم ميداليات المركز الثالث في منطقه القاهره موسم 23. الحقيقه انجاز كبير لنادي هليوبوليس طبعا، اكيد في وجود نادي الشمس وفي وجود كمان انديه كثيره كالنادي الاهلي ونادي الجزيره ومصر للتامين. كل يعني التحيه لنادي هليوبوليس الحقيقه طبعا برئاسه طبعا كابتن عمرو السنباطي، او يعني رئيس النادي، الحقيقه بيدي اولويه او بيدي اهتمام كبير لكره السله، وهو طبعا من الشخصيات العزيزه على الواحد جدا جدا دكتور عمرو السنباطي، يعني الحقيقه من الناس المحترمه جدا والمحبه للالعاب الاخرى وعلى راسها كره السله. ونادي هليوبوليس خرج نجوم كبار يعني سواء رجال او سيدات في كره السله واليد والطايره. هنا طيب خلينا نروح للمراسم بقى اكتر بشكل تفصيلي، ومعلقنا الكابتن احمد مناع من ارض الملعب. اتفضل كابتن احمد. شكرا للزميل العزيز كابتن هيثم السعيد، مليون مبروك مره ثانيه وثالثه. مراسم التتويج في صاله المركز الاولمبي، المركز الثالث زي ما شفنا حضراتكم كان نادي هليوبوليس، والمركز الثاني الان يتم تقليده بالميداليه الفضيه لنادي الجزيره. المحترفه الامريكيه نسمه قدامنا، المحترفه الامريكيه خديجه رضوى سالم كابتن نادي الجزيره، و جانا وائل، وايضا كان خديجه عثمان، كابتن نهال سعد المدرب المساعد، والكابتن مصطفى سيد المدرب العام، كابتن علي عبد الباري الاحصائي، كابتن عبد الغني او الدكتور عبد الغني محمد العلاج الطبيعي، والكابتن فريد سمير مخطط الاحمال، واخيرا الكوتش الكابتن عمرو عاصم يتقلد الميداليه الفضيه. كابتن شريف سليمان، كابتن دارو، كابتن نبيل نادر زكي، وايضا كابتن داليا عرابي، والكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره. الان مع تتويج اللحظات تتويج المركز الاول للنادي الاهلي، احسن لعيبه هي نادين السلعاوي، هداف الثري بوينت شادو عبد الحكم من نادي الشمس، هداف البطوله نادين السلعاوي من نادي الاهلي، واحسن مدافع رنيم جداوي، واحسن مدافع دي يعني جايزه جديده استحدثتها كده منطقه القاهره لهذا الموسم. الكابتن ودينا عمرو الميداليه الذهبيه، فريده وائل، كيلو باترا او سرايا، سلامات يا سرايا وان شاء الله عوده سالمه الى ارض الملعب مره ثانيه. رضوى محمد رقم 12، تماره نادر رقم 33، نادين السلعاوي جائزتين اليوم، احسن لعيبه وهداف البطوله، يارا سامه رقم 44، جودي الجوهري، وهنا حتحوت لاعبات تحت 18 سنه، رنيم الجداوي بيست ديفندر او احسن مدافع، حبيبه بيكو، ميرال اشرف واحده من نجمات الكوارتر الثالث والرابع، جايده خالد، كابتن علياء محمود المدرب، كابتن نجاح ابراهيم الاداريه، الدكتوره او الكابتن ايمان جمال مدلكه الفريق، وايضا الدكتوره ياسمين الكيلاني طبيبه الفريق، كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، كابتن محمد علي عبد العزيز اخصائي اللياقه البدنيه، كابتن ماجد فوزي المسلمي مدير الفريق، كابتن اكرم الشرباجي اخصائي الفريق، واخيرا الغزال من المدير الفني الكوتش طارق خيري، واستلام الميداليه الذهبيه. تقليد خاص من الكابتن محمد الغزاوي للكوتش طارق خيري، مستشار تامر عبد الله، وكاس المنطقه الان هتروح للاحتفال وتسليمه الى الكابيتانو دينا عمرو، دينا عمرو الكابيتانو، سلم استلم الكاس، كاس البطوله لموسم 23-24 بطوله منطقه القاهره للعام الثاني على التوالي، العام الثالث على التوالي يتم تسليم الكابيتانو دينا عمرو بطوله منطقه القاهره لموسم 23-24، تقليد خاص من الكابتن محمد غزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للكابيتانو والصور التذكاريه. الكابيتانو دينا عمرو والاحتفال بالاحتفال المعتاد على طريقه بيرسي تاو، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي بقياده كوتش كولر
بكره ان شاء الله في نصف نهائي كاس العالم، تبقى فتحه خير ان شاء الله ونصل الى النهائي باذن الله. تقليد للاعبات النادي الاهلي والفوز ببطوله المنطقه على طريق بيرسيتاو، والاستعداد لالتقاط الصور التذكاريه للبطوله رقم 2 في هذا الموسم بعد بطولة السوبر على حساب نادي الجزيرة هذا الموسم، والبطولة الثانية بطولة منطقة القاهرة على حساب أيضا نادي الجزيرة. مبروك لنادي هليوبلس على المركز الثالث بعد فوزه على نادي الشمس 61-55. مبروك لنادي الجزيرة حصوله على المركز الثاني، وألف مليون مبروك للنادي الأهلي بقيادة الكوتش طارق خيري الغزال حصوله على بطولة المنطقة والمركز الأول والميدالية الفضية. صور تذكارية من احتفالات اللاعبات في صالة المركز الأولمبي. مليون مبروك مرة ثانية وثالثة للاعبات النادي الأهلي، ملكات النادي الأهلي والجهاز الفني، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا جماهير النادي الأهلي. ألف مليون مبروك لبطولة الأهلي بطل لبطولة منطقة القاهرة لسيدات كرة السلة موسم 23-24. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله قريبا في أحداث أخرى لكرة السلة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، وسنذهب سريعا لتكملة الاحتفالية مع الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد ومع ضيوفه أساطير كرة النادي كرة السلة في النادي الأهلي، الكابتن سلعوة هداف أولمبياد لوس أنجلوس والكابتن طاهر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين السابق. كابتن هيثم السعيد إليك الميكروفون، وألف مليون مبروك. كابتن احمد الف مبروك، كابتن احمد مناع الف مبروك، كل الاهلاويه الف مبروك طبعا. مجلس اداره النادي الاهلي بطوله جايه في توقيت مهم لفريق السيدات، استعاده الثقه مره اخرى، مهم جدا لهذا الفريق انه يرجع على الطريق تاني وطريق الانتصارات، لانه السنه اللي فاتت مش عايز افكر ولا عايز يعني اعيد وازيد انه هذا الفريق حصل على 5 بطولات من 5 السنه اللي فاتت حقيقه يعني. فالنهارده ان شاء الله بينتهي طبعا هنا لقطه يعني جميله جدا، ميرال اشرف يعني النهارده حتى سكور كبير جدا. كابتن سلعاوي لقطه حلوه 22 نقطه سكور 22 ده عاليه، وميرال وخطيبها طبعا عمر كاستيلو خطيبها طبعا يعني لاعب كره اليد في النادي الاهلي ومنتخب مصر. ميرال اشرف وخطيبها عمر كاستيلو لاعب النادي الاهلي لكره اليد ومنتخب مصر. هنا الاهلي نادي الاهلي الكبير طبعا كابتن نادر السيد، ولان طبعا كابتن نادر هنا حاضر لان تمارا نادر السيد بنته طبعا كانت بتلعب في نادي الجزيره وانتقلت السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، فكابتن نادر السيد اكيد بيحضر لها. كابتن وائل عبد الحي بالمناسبه اللي في الوش ده هو اللي لابس البلوفر الرمادي. طبعا كابتن علي محمود مع نادين افضل لاعبه في هذه البطوله وهداف البطوله. نادين دايما بتلاقيها عند الميعاد المناسب، دايما ليها اداء ثابت، الله اكبر عليها ما شاء الله. اداء ثابت تقدر تبني عليه حساباتك يعني يا كابتن. يمكن نادين احتفظ ولادك اللي خدوا جيناتك يا كابتن يعني طبعا احمد هايل ما حدش يقول حاجه يعني. بس نادين فيها جينات كابتن سلعاوي، ولا بلاش كابتن سلعاوي يتكلم عشان ما يبقاش شهادته مجروح. راجع يا كابتن طه. لا طبعا نادين يعني لعيبه استنساها عالي على الباسكت نمره 1 نمره 2 يعني فيها احترافيه جامده. طبعا هي واخده من والدها حكايه التهديف دي ده يعني بلا شك، هو بصرف النظر انا بقى ممكن اقول ما في قول براحتك بقى كابتن طاهر كابتن سلعاوي بيسمعك لا حقيقي نادين بامانه يعني واخده النزعه التهديفيه، واخده التالنت من كابتن سلعاوي. احمد سلعاوي طبعا ابن كابتن سلعاوي اللاعب الكبير، لاعب نادي الاهلي السابق ولاعب نادي سبورتنج وطلاع الجيش، يعني من احد افضل اللاعبين. هو مميزها سهل الممتنع يعني بتلعب يعني مفيش في منتهى السهوله 30 بونت وانت مش حاسس. لا بس هو كبسه العاوة انا يعني عاصرته في مده طويله زي ملته في منتخب مصر وفي الاهلي على فترات معينه، فهو له اسلوبه المميز يعني اسلوبه في الاوفنس. لا يعني حتى نادين بصرف النظر ليها الستايل اللي هو بتاع الباسكت العادي، انما الكابتن محمد سلعوي ده السنس يعني ما كنت تلاقيه في الـ في الـ في الاوفنس ثلاث ارباع السكور بتاعه هداف لوس انجلوس
سحلسه زي ما بنقول. ايوه بالظبط سحلسه. تلاقي بدل ما يجي يشوت عادي كده اهو فانت تعمل له ديفنس على اساس ان هو يروح من تحت باطك من بتاع تلاقي وبعدين بيستغل دراعاته الطويله في الوصول ليها زائد ان طبعا الصوابع في الاخر هي اللي بتحسب. ما وحشكش الباسكت السلعاوي؟ ما بترجعش تلعب يعني ما بترجعش كده من وقت للتاني كده احنا كلنا هنلعب الباسكت يعني ما بتنزلش الوقت التاني تقعد تعمل شغلك الحلو ده. هو زهق من كتر ما عمل شغل ما زهق خلاص هيجي لسه. لا بس هو ما زال ما شاء الله حضراتكم في لجنه انتقاء المواهب اللي في النادي الاهلي حضرتك وكابتن سلعاوي الحقيقه لسه بتقوموا بدوركم بنستعمل عينينا دلوقتي في اختيار اللعيبه. لا تاريخكم وكل الخبرات بتاعتكم لما النهارده كل الخبرات دي موجوده على ترابيزه وبتنتقي مواهب جوه النادي الاهلي. لا النهارده اللجنه ليها دور كبير والحقيقه قطاع الناشئين حتى في كره السله ماشي بشكل جيد حتى التفريغ من تحت يا كابتن سلعاوي ده دوركم. ودليل النهارده في اثنين يعني من ضمن ال 12 الاساسيين للنادي الاهلي في فاينل منطقه القاهره في بنت حتحوت وفي جودي بنت برضه من 18 سنة وفي اثنين قبليهم جايدة من خالد من برضه لسه طالعة بنت كويسة لها مستقبل جايدة وجودي جودي بنت أيمن بنت أيمن الجهري الله يرحمه كان. طب خلينا كده كابتن نقول بعض الإحصائيات يعني اللي حصلنا عليها من أرض الملعب. هنتكلم عن النادي الأهلي بشكل عام وهشوف يعني تعليق ضيوفي على الارقام. يمكن اول ميرال اشرف حط 22 نقطه نادين حط 24 نقطه يعني تقريبا 50 نقطه من اصل 70. كابتن سلاوي رايك طبعا سكور مش موزع او مش منضبط بالنسبه للفرقتين. النادي الاهلي متركز في اثنين ميرال ونادين. انما ميرال جايبه 22 ونادين 24 يعني ما يقرب من 50 نقطه من ال 70. اعتقد ان طب يا كابتن دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ ايه يعني دي حاجه كويسه ولا وحشه من وجهه نظرك ان السكور يبقى حاطه اثنين لعيبه؟ انا رايي مش كويسه. رايك ايه يا كابتن طه؟ مش كويسه لان انا انت بتتكلم على سكور يعني دبل سكور 70-35 50 بونت من 70 احنا جايبينهم اثنين لعيبه في الماتشات لو ما فقدش واحده فيهم او ما بقتش في المود بتاعها او حالتها هيبقى عندنا دروب قوي او اتصابت يبقى عندك دروب قوي يعني. لكن لو اتقسم السكور على الفريق الفريق الناجح تملي هو السكور بتاعه بيطلع بتاعه. اي نعم في لعيبه مميزه بس مش مميزه بالتفاوتات العاليه دي بس خلينا حقيقة كابتن سلعاوي لان نادين سلعاوي بنتك وهي من هدافه المباراه وانت بتقول ان حاجه زي كده يعني ما تسعدكش قد ما يسعدك ان السكور كله يتوزع على الفرقه. انا حقيقة يا كابتن سلاوي دي نظره حياديه يا كابتن. وبنتكلم باسكت احنا بنتكلم على الترابيزه لان انت كنت لعيب وكابتن مصر وكابتن طاهر كان كابتن منتخب مصر فاحنا بنتكلم باسكت على الترابيزه احنا بيوننا النادي الاهلي وهو نادينا وكده بس احنا بنتكلم لصالح احنا الفريق. بنبص للماتشات واللي هي زي الافريقيه والعربيه والنهائي بتاع الدوري هيبقى المساله دي يعني اقرب اقرب المسجلين بعد يعني بعد نادين وبعد ميرال اقرب المسجلين فريده وائل وحط 8 نقاط بس يعني دي اقرب المسجلين ليهم يعني من 24 و22 نقطه نزلت جامد قوي فريده وائل 8 بونت في الوقت اللي انت عندك كمان يعني مثلا نشوف رنيم الجداوي مثلا عملت ايه رنيم يعني خلي بالك ميرال لعبه 36 دقيقه لعبه تقريبا الماتش كله ونادين لعبه 34 دقيقه يعني تقريبا اولموست لعبه الماتش كله. خلينا نشوف رنيم مثلا رنيم الجداوي لعبت 14 دقيقه بس يعني رنيم ما لعبتش كتير وده دليل ان حضرتك قلت علينا عندها شد في السمانه ما جتش الجهاز لابسه سمانه وهي انت معظم السكور بيبقى للسناتر في اوقات المباريات يعني المباريات القويه بتبقى السناتر ليها دور انت هنا هو السناتر ما جابوش باسكت بس في حاجه برضو يا كابتن يعني احنا بنحلل يعني والله مش يعني طبعا المكسب يهمنا كده بس النهارده فرق 40 نقطه يعني النهارده 70-35 داخلين على فرق 35 نقطه هو 35 35 نقطه بالظبط وفي اثنين لعيبه ما لعبوش يعني في جايده خالد وفي عندنا جودي الجهري كنت ممكن اديهم شويه يعني طبعًا. ما فيش مشكله اخر لا والبنت جايده بنت لعيبه كويسه يعني ما طالما حطيتهم في السكور كابتن خالد يبقى كابتن طارق يبقى بثق فيهم طبعا لو لعيبه كويسه بس اعتقد ان هي امبارح قد تكون
اصيبت في صباحها ممكن يعني قصدي طيب طب جودي اديها نديها 10 دقائق يعني 8 دقائق 7 دقائق يبقى برضه هو على يعني فكره لو اي حد خد ما كانش السكور هيقل عن هذا حتى لو قال لي يا كابتن ما يقل اعتقد يعني ما اكسب 20 بونت يعني الهدف بحكم خبراتنا يعني مش ال 35 بونت الفرق الهدف ان انا ادي ثقه لناس معينه في بعض الاوقات ان هي ما حدش ضامن الظروف قدام شكل ايه صحيح. الاصابات شكلها ايه الظروف شكلها ايه بالظبط لكن فعلى يعني احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي اداء مقنع الشوط الثالث والرابع بس احنا عايزينه يبدا بيه تمام احنا بص يا كابتن احنا اكيد اكتر ناس سعيدين بالمكسب سعيدين بالفرحه بطوله مهمه بطوله كويسه لمسيره الفريق ولكن ده برضو يخلينا نحلل بعض الارقام يعني خلينا نقول في رقم يعني سوري في المقاطعه لا بالعكس ده انا عايز حضرتك تقاطعني وتقاطعني كمان لما تلاقي رقم او تحليله مهمه لما تيجي تبص ان الريباوند اللي جابته نادين 13 مفيش يعني ايه في اعتقد يعني في الفرقتين محدش جاب الرقم ده يعني رغم السكور اللي جابته كتير بس الريباوند جابت 13 ريباوند اعتقد ان هو ديفنسيف ريباوند جاب 11 ودي طبعا مهمه السناتر بس هي قامت بيها 11 ديفنسيف ريباوند واوفنسيف ريباوند جابت 2 توتال 13 توتال 13 الميرال جابت 5 يعني حتى هي بتشترك معاها في ان هي ساعات بيلعبوا الاثنين اربعايا رقم مهم جدا النهارده رقم كبير لا بص يا كابتن انا دورت عليه لان انا ملاحظه في المباراه وكمان يا كابتن الريباوند الله ينور عليك يا كابتن طاهر والله الريباوند حضرتك بتقوله بتاع نادين ده خلى الافشنسي بتاعها 35 طبعا لانك انت الريباوند ده لو ترجم لفاص بريك يبقى انت كلاعب جبت الريباوند انت جبت 4 بونت صح 4 بونت 4 بونت مينيمم لو اتشاطب 3 منعت باسكت وحطيت باسكت منعت ان حد يعمل سكند شوت طب كابتن بعد اذن حضرتك هنستكمل تحليل الارقام ولكن خلينا نرجع تاني لصاله المركز الاولمبي بالمعادي ولقاء وروزان نصر مراسلتنا العزيزه من ارض الملعب والمدير الفني كابتن طارق خيري ولو سمحت يا روزان بلغيه تحياتنا وان احنا بنقول له الف مليون مبروك اليك الكلمه يا روزان برحب بيك كابتن هيثم طبعا من جديد وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان الف مبروك اكيد فوز النادي الاهلي على نادي الجزيره بسكور عالي جدا طبعا 70-35 يعني في البدايه معايا دلوقتي كابتن طارق خيري مدير الفني لفريق سله سيدات بقول لحضرتك الف مبروك طبعا كابتن هيثم كمان بيرحب بحضرتك وبيقول لك الف مبروك وكل طبعا الكباتن الكبار في الاستوديو بيحيوا حضرتك الف مبروك يا كابتن النهارده كده يعني كلمني النهارده تاني لقب في هذا الموسم موسم ان شاء الله يكمل على الف خير بنجاح كلمني كده عن المباراه والاستعدادات كمان قبل مباراه اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اولا مبروك ليكم وانا عارف المجهود اللي انتوا بتبذلوه عشان تيجوا مشاوير بعيده كده فانا بنشكركم تحياتي الكابتن هيثم مبروك لينا كلنا مبروك لمجلس الاداره وقائد الكابتن محمود الخطيب والجمهور والنشاط الرياضي واللعيبه اللي ادت بمرجله النهارده من الكوارتر الثالث الفرقه اتحولت استعداداتنا انا بقول لك انا عندي ثوابت انا تمريني قائم زي ما هو بنراجع على كل المستيك اللي بيحصل في كل الماتشات لو الناس بتركز زي جيم النهارده مثلا اول والتاني الاوفنس والديفنس الدنيا مش وحشه بس مش احسن حاجه من الكوارتر الثالث ديفنس صلب جدا جود ران جود فاست بريك النسب شويه ما كانتش في نهايه الجيم الدنيا كويسه هو ده الباسكت انت التيمبو طالع نازل لان سكور ما حدش هيطلع 0-0 فاحنا استعداداتنا عاديه احنا محملين قوي بدني الفترة اللي فاتت مع كابتن محمد علي وجزء 60% باسكت مراجعات وتقسيمة صغيرة انما الجزء كان معظمه بدني من بعد ماتش السوبر استعدادنا للجزيرة يعني هم مش غراب علينا احنا لعبناهم كتير السنة اللي فاتت هم كاملين عننا انا عندي اصابات عندي سوريا عندي حد من البوفتات بيلعب وهو مصاب عندي جايدة جزع امبارح في الماتش ايديها كانت ورمة اللي كانت بتعيط من شوية
فعندي بقت عندي احجام مش كتير، يعني هي يارا وتمارا اللي كانوا بيلعبوا. احنا عشان عملنا تشكيله في الثالث مختلفه شويه، بقى بيفوت خفيف واربع جردات، ولعبنا مان تو مان فول كورت بترابات. كان في توفيق كبير جدا، الناس كانت مركزه جدا، الناس كانت قد المسؤوليه ان انا ما فيش بيك كبير. الريباوند بقى بتاعنا كان في الكوارتر الاولاني والثاني اتعمل علينا كتير قوي اوفنسيف ريباوند، واحنا محذرين منه كتير جدا. ثالث والرابع ما فيش ولا واحده جود، وان ان وان جود تراب جود روتيشن وجود ران. ده المجهود اللي هم عملوه، انا بشكرهم على الثالث والرابع مش على الاول والثاني. انما مجمل الحمد لله بطوله دخلت النادي، فريق جزيره فاروق محترم مع جهاز محترم، فاحنا الحمد لله ربنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل كده. كابتن طارق خليني اسال حضرتك برضو، بعد طبعا الفوز في المباريات المهمه بسكور عالي، هل ده بيشكل مشاكل لبعد كده انه الفريق بيهبط مثلا، بيبقى فرحان من الحماس وبيبقى فيه خطوره على المباريات القويه اللي جايه؟ دي حقيقه واتقرصنا منها في دور المرتبط، ان احنا الناس داخله هكسب في اي وقت. الاجتماع اللي عمله كابتن محمود الخطيب مع الفرقه بعد المرتبط قبل مباراه السوبر كان ليه مفعول السحر، ان الفرقه يعني قال لهم انتوا كسبتوا كل حاجه، ففي يعني في تقالات على كتافكم مش قادرين تروحوا، اللي هي ان انا ايه هكسب في اي وقت، والثقه الزياده اللي بتقلب، فقلبت فعلا بعدم توفيق. كانت بانت في ماتش السوبر الاجتماع اثره، وماشيين بقى دايما كل كام يوم نفتكر الاجتماع اللي حصل مع كابتن محمود، ان احنا لا انا لازم ابذل مجهود، انا لازم ما استهترش بحد، بلعب جيم قليل بلعب جيم جامد، انا فوكس. وانا بحاسبهم دلوقتي على كده، عامل لائحه اللي هيبقى مقصر انا بخصم منه، يعني على حسب اللائحه، ان انا خلاص احنا النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها استهتر او مفيش حاجه اسمها وهكذا. فالحمد لله رب العالمين، النهارده انا مبسوط بالثالث والرابع، الفينس عاجبني جدا، واخدين يومين راحه لان الدوري اتاخر شويه، كان يوم 23 بقى يوم 26، فهناخد يومين راحه وهنكمل. كابتن طارق طبعا كل التوفيق لحضراتكم اكيد فيما هو قادم، بشكر حضرتك ونورتنا، نورت شاشه قناه الاهلي، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا اكيد مع كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات، الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي، وبشكر حضرتك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، ده كان لقاء يعني مع اكيد المدير الفني كابتن طارق خيري. بالمناسبه كابتن طارق خيري يعني كلاعب كان ليه تاريخ كبير جدا، وهو كمان ماسك مدير فني الرجال على فكره. كابتن طارق خيري مسك اربع سنوات تقريبا مدير فني الرجال، واخد معاهم بطولات كثيره، كان من على راسها بطوله افريقيا في ديسمبر 2016 ديسمبر، لان بصراحه دي كانت مولدي انا في الاعلام، كان انا مش هنسى التاريخ ده خالص، كان ديسمبر 2016 تحديدا 8 او 9 ديسمبر 2016 كان يعني بدايتي مع الاعلام الرياضي، وكانت بطوله افريقيا دي كانت اخر نسخه، يمكن اخر نسخه قبل البال، لا كانت من النسخات اللي قبل البال، بس دي تقريبا قبل الاخيره، لان البال النهارده بنتكلم في ثلاث نسخ، ولا تقريبا دي كانت النسخه قبل الاخيره او قبل الاخيره. كان الكابتن طارق خيري قبل البال بثلاث سنين، نعم او اكثر كمان، مش فاكر صراحه. طيب خلينا نروح من الارض الملعب تاني، وروزان نصر ولقاء مع افضل لاعبه وهدافه البطوله نادين السلعاوي. بالمناسبه روزان برضو بلغيها تحياتنا وتحيات والدها كابتن سلعاوي، وطبعا اكيد هو سعيد جدا بهذا، ونقول لها الف مليون مبروك، ودايما نادين بتكوني في الميعاد والمكان المظبوط. اليك الكلمه يا روزان. من جديد كابتن هيثم برحب بيك طبعا، وبرحب بالكباتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. حاليا معايا نجمه الفريق طبعا وهدافه البطوله وافضل لاعبه في هذه البطوله، يعني نادين سلعاوي. طبعا نجمه كالعاده بيرحبوا بيكي اكيد في الاستوديو، وكمان كابتن سلعاوي بيرحب بيكي. الف مبروك يا نادين، دايما متالقه، دايما الحياه بتفاجئينا في المباريات الكبيره، الف مبروك، كلميني كده عن هذه المباراه واستعداداتكم لقبلها. الله يبارك فيك يا روزان، الحمد لله طبعا على كل شيء. مباراه النهارده كانت صعبه جدا في الاول، هم كانوا ماسكين قوي معانا في الجيم، ممكن يكون الهاف الاولاني كان ماشي باسكت لغايه لما كنا هاف تايم، كنا متفقين جدا كفرقه ان احنا محتاجين يعني نلعب ديفنس جماعي ونكون كويسين كلنا مع بعض، ونلعب في الاوفنس برده اوفنس جماعي، وده اللي قدرنا يعني نثبته في الثالث والرابع. يمكن يكون ان احنا قدرنا يعني نخليهم يجيبوا 10 بوينتس بس في الهاف الثاني كله، فطبعا ده جود ديفنس قوي كان مننا كتيم. برده فكره ان كابتن طارق النهارده يدفع بخمسه خفاف كلهم بيعملوا سويتش مع بعض وروتيشن مع بعض في الديفنس، ده ممكن كان خلى ان كل واحد مركز اكتر ان هو يمسك مانه، وهيساعد كمان حد كمان.
يعني كوتش النهارده خلاني الم شويه في الريباوندز واجري في الفرقه، وكان ليا رول ممكن يكون مختلف عن الماتشات اللي فاتت، بس الحمد لله يعني كنت عايز اعمل اي حاجه عشان يعني ان احنا نرجع نثبت ان لا النادي الاهلي اللي كسب 5 بطولات موجودين، وان شاء الله اللي جاي احسن كله. هدافة البطولة وأفضل لاعبة أكيد كان مجهود يعني عظيم منك، كلميني كده أكتر، أكيد اشتغلتي على يعني عدد من النقاط اللي أكيد وصلتك للألقاب. والله الحمد لله أكيد كله يعني توفيق من عند ربنا، أكيد في تعب واجتهاد بيكون أوتسايد مش بيبان في الملعب، بس الحمد لله الكل مجتهد نصيب أكيد، وأكيد ما كنتش هقدر أعمل كده من غير برضو فرقتي كابتن طارق خير يعني والجهاز كله الصراحة. كابتن نادين سلعاوي بشكرك، كل التوفيق ليكي وألف مبروك مرة تانية. كابتن هيثم ده اكيد لك كان لقائنا مع كابتن نادين سلعاوي احد نجمات فريق سله سيدات، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا. واكيد نادين يا جماعه على فكره انا عايز اقول لكم انه يعني نادين من اللاعبات المركزه، يعني ملهاش رياكشن في الملعب، يعني خسرانه بتلعب بنفس الاداء، كسبانه بتلعب بنفس الاداء، موفقه بتلعب بنفس الاداء، جايبه سكور مش جايبه، اداء واحد اداء ثابت، ما شاء الله الله اكبر عليها. يمكن كابتن سلعاوي شهادته مجروحه شويه، بس احنا الحقيقه بنقول مش انا اللي بقول يعني، ده كل خبراء اللعبه بيقولوا نادين لعيبه اوروبيه، يعني تقدر تلعب في احسن الدوريات، وهي كانت لعيبه في احد الجامعات في الان سي دبل اي في امريكا، وادت اداء كويس جدا، وكانت ممكن في يعني ما ترجعش او تحترف بره، ولكن هي فضلت ترجع على النادي الاهلي، وده مش غريب على نادين السلعاوي. يمكن في كذا لاعبه من لاعبات النادي الاهلي، ميرال اشرف لعبت في امريكا، رنيم الجداوي لعبت في امريكا، كابتن عليا محمود اللي هي المدير الفني كمان لعبت في احد الجامعات في امريكا، ففي خبرات كتيره جوه الملعب يعني في لعبت في امريكا. معانا لقاءات تانية يا جماعه جاهزه؟ طيب اجي لك يا كابتن سلعاوي، يمكن خبرات برضو اللاعبات، يعني 3 لاعبات من عندنا كانوا بيلعبوا في الان سي دبل اي، منهم يعني منهم كذا لعيبه، يعني اكيد الخبرات دي فرقت طبعا معهم. طبعا ما هو عباره عن ان 3-4 اللي لعبوا نقلوا الثقافه الامريكيه بالنسبه للباسكت البنات، اعتقد ان افادوا طبعا افادوا الباسكت، وان نقلوا خبرات ونقلوا، وان برضه عمليه وشجعوا بنات كتير على السفر واولاد كتير على السفر، لان طبعا هو الباسكت بره يختلف اختلاف كلي وجذري. نعم. في بس حاجه كنت عايز ازيدها للاحصائيات اللي موجوده دي، وهي ملحوظه ومش عارف الكابتن طاهر يوافقني فيها ولا لا، ان انا عندي مشكله في النادي الاهلي بالنسبه للاولاد والبنات في بوزيشن 4. الاولاد كمان؟ اتفق معاك يا كابتن، وفعلا دي صداع عندنا دايما في الولاد ودايما صداع في البنات. اشكرك يا كابتن سلعاوي بلحظه يعني صحيحه، والف مليون مبروك، نورتينا وشرفتينا كابتن سلعاوي. شكرا كابتن هيثم، فرصه سعيده طبعا وجودنا معاك النهارده، ووشنا حلو الحمد لله. أنا دايما دايما كابتن طاهر نورتينا وشرفتني، وسعيد بيك جدا كابتن طاهر رجب من نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. شكرين جدا على التحليل، والف مبروك وبالتوفيق دايما يا كابتن هيثم ان شاء الله. أعزائي المشاهدين ألف مبروك، دايما بطولاتنا كثيرة، نادي الأهلي أحداث وبطولاته لا تنتهي، كل التوفيق لفريق كرة القدم إن شاء الله، بندعي كلنا نوصل الفاينل والذهب يا رب، ليه لأ، محدش يعني يعرف، وفرقتنا كانت في الميعاد وكانوا رجالة، نقدر إن شاء الله مباريتين ونحقق البطولة الوحيدة اللي ناقصانا حتى الآن وهي بطولة العالم، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحققها. كل التحية لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دور كبير جدا في دعم الفريق. وخليني بس قبل ما أختم أشكر جمهورنا في المملكة العربية السعودية، جمهور النادي الأهلي اللي كان مالي الملعب وكان اللعيبة حاسة إنها بتلعب داخل مصر. بشكر أشقائنا طبعا في المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والضيافة، الحقيقة يعني تنظيم ولا أعلى على أعلى مستوى، يعني فرقة الكرة هناك يعني حاسة إن هي في بيتها، وده وضع طبيعي يعني، المملكة العربية السعودية ومصر أشقاء وإخوة، أنت هنا هم هنا إحنا هناك، المكان والموعد كله ثابت، وكل الشكر لإخواتنا هناك، كل التوفيق لفريق كرة القدم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإلى جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال.